راح نشوف كاتيا كادي وفوتو سيشن غير شكل تحديدا بجبال. اول بارت بنشوفه والثاني بارت بنشوفه بثاني بارت، واكيد نرجع على الطيف مع نجوى سلطان. نحن بجبال وتحديدا بالاوشن بلو. مزبوط انه الدنيا شتويه ولكن بلشت الدنيا تصير صيف بكير هالمره مع كاتيا كادي. كاتيا هاي. الو سيرج، شو اخبارك؟ هي ملعانه لانه معي ومعك. قولي لي هيك، وانت كمان عن جد اليوم اذا فينا نقول عرسك. Let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch. فاجأتينا بمطلع 2014 إذا فينا نقول عم تتجوزي. إنه هالمرة صحيح فستان أبيض بس من وحي فكرة فالنتين. عادة فالنتين أحمر. صحيح، فحبيت دايما. أنت بتعرف أنا عكس التيار. عكس التيار. عكس التيار ما إحنا قلت فيه. فأول شيء هاي سيرج لإلك ولكل عم يشوفونا عبر واتساب. بقول لك انه عن جد البرنامج ذا فيرست وكل العالم عم تتابع. ثانك يو. سو نحن حبينا فكره فالنتين تكون بعيده عن الاحمر لانه نعرف دائما الستارز او حدا بده يعمل فكره فالنتين او حيلا ناس عاديه بتسهر بالاحمر. سو بس نحن حبينا نغير لانه مؤخرا عم نحكي كثير عن العنف ضد المراه وعم بيصير في كثير عنف. المراه تعنف مش بس بالضرب، بالكلمه، بالحركه، بالبيهيفير، حتى بشغلها تعنف. اذا ما عملت نزلات ما بتقدر تكفي. فحبينا من واحد فالنتين بمناسبة العيد الحب نستوحي فكرة السيران. السيران هي بتوحي الجمال، البوتي، شيء الخيالي يعني. هي جاية من البحر، البحر هو بالنسبة لنا الغدر، فهي جاية من هيدا العقلية المتخلفة إذا فينا نقول، اللي الرجل الشرقي إذا أكتر بيضرب الامرأة بعنفها. فهي عم توصل مساج عبر السيران بعيد الحب انه هي تطلع تقول ستوب للبحر، للعنف، وترسي على شط الامان وما تكون معنفه. والابيض هو السلام، وفي شوي روج تركنا هو اثر اذا بدك العنف. هلا رح نشوف سوا البارت الثاني من كاتيا كادي فوتوشوت غير شكل، روعه، وبنرجع لكم. كاتيا ما خطرت شوي صغيره انه بعرف انه هلا الدنيا شتويه، ما اقول لي انه تشتي او كذا. صحيح سيرج، ثانك جاد انه رسينا بقى عن نهار فيه شمس لانه عن جد تعبنا. ضلينا 3 مرات ناجل التصوير لانه كان بدنا نهار شمس وما يكون كثير هواء لانه تيساعد الشعر والميك اب وما نبرد. بلشت الفكره اول شيء كلنا ستاف مع بعض بالاوشن بلو اكيد بدنا نقول ثانك يو لانه سهلونا كل شيء لحتى نكون اليوم مرتاحين وعم نصور. قعدت انا اول شيء والمقدم والاعلامي رالف معتوق وطلعت معنا الفكره، فاجتمعنا بجو يازجي الهوت كوتور بالمبدا مع عماد دياب الفوتوغراف وإلي فارس واكيد مع الاعلامي رالف معتوق. قررنا نعمل فكره العنف ضد المراه مدموجه بفالنتاين تنطلع من هالشيء التراديشنال. فتنا بشيء اوف وايت يلي هو بيعني السلام، وبنفس الوقت الاحمر يعطي البوتي وبيعطي انه كفى لكل شيء عنف ضد المراه. بلشنا نشتغل شوي شوي على الفكره اكثر واكثر، كان بدنا نتفت جلامور، نتفت احساس، نتفت رواق باللوك تبعنا. جمعنا كلنا افكارنا مع بعضنا وطلع هيدا الشيء اللي شفتوه اليوم. على فالنتين كاتيا كادي مغرومة؟ أنا عطول مغرومة سيرج. لا هلا ما تعيشيني الجوابات الصعبة. أنا مغرومة فيك. Thank you، هيدا بعرفه. هلا مؤخرا مغرومة بشغلة ومغرومة إنه أرجع على الكاميرا من بعد بروجرام سبلاش. أنا ما عملت شيء بس يمكن كان عندي إطلالات كتيرة عبر التلفزيون، فأنا هلا بصدى بلش مسلسل درامي الله راد بعد شهر ونص. ما فيني أحكي تفاصيل لأن دايما بحكي عن أشياء ما بتصير مثل ما أنا بدي، برجع بنسحب، فإن شاء الله بحكي عنه قريبا بس نكون مضينا الكونترا.
سوري قطشنا. هلا شو عم تحكوا؟ هلا صار بدي احشان بمضي عم بمضي. هذا هو الشيء اللي وعدتينا فيه. لا كان ضروري سكوب حصري. خبرينا شو اول شيء. لا انا استاذ شكري على طول على التواصل، بس انا كنت عم اقول له انه عم بالي وين غبت هالسنه كانت بارادتي، بس بعدهم قريبا مع استاذ شكري ومع غير شكري حنكون في شيء قريب بدراما لبنانيه. في فكره بروجرام بعدني مصره انه اعمله، بس تعرف سيرج لما تكون عم تتقدم ما فيك ترجع لورا اذا ما وصلت للفكره تتنفذ مثل ما انا بدي. Now you've been talking in your sleep. شو بتقولي لكل الناس على فالنتاين؟ بقول لهم رجعت لهم فستان ابيض، يعني تنقول لهم ان شاء الله دائما قلوبكم تكون حلوه طاهره، ان شاء الله نحب بعضنا، لانه سيرج عن جد وصلنا لفتره الناس ما بقى عندها محبه، لانه يمكن عم نعيش بجو ستريس، بجو اللي عم يصير حوالينا بلبنان وبالدول العربيه، فبقول لهم حبوا بعضكم، حبوا حالكم بالاول لتقدروا تحبوا الغير، وبقول لهم هابي فالنتاين وان شاء الله كل ايامكم حب يا رب، ونكون هيك وصلنا اليوم مساج حلوه وتكونوا حبيتوا اللوك كمان. حضرونا على واتس. أكيد احضروني على واتساب مع سيرج أسمر. Thank you. Thank you سيرج. ميرسي لالا.